الشارع في المفهول كمان المشروع يعني لا تخزوا على ذلك طبيعي شوي مدرح تصدق مدرح شدتك مشيحة المهم انه القصة اوكي مانيس العزال ايه ايش نعم تفضل مانيس العزال كتبها امير غفور الشاعر امير غفور بسموه الامين فكتبها بعد اعدام عنطون سعد وغناها لحنها وغناها الراحل الكبير زكي نصيف والمحبة أسامة بدو يعزفها لوحده على الجيتار وأنا غنيها تحت أمر أسامة أنسي العرزان